الله الرحمن الرحيم. طلابي طلاب الصف الرابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى من الله دوام الصحة والعافية للجميع. معكم المعلمة بيان أبو يحيى من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. اليوم يا رابع سنتحدث عن قاعدة جديدة من قواعد اللغة العربية، وهي قاعدة كان وأخواتها. قبل البدء بقاعدة كان وأخواتها، نستذكر معا أنواع الجمل. تقسم الجمل في العربية إلى قسمين، اذكرهم يا محمود. أحسنت يا بطل، جمل اسمية وجمل فعلية. وما هي الجملة الاسمية يا جود؟ بارك الله فيك، هي الجملة التي تبدأ باسم. وما هي الجملة الفعلية يا جنى؟ رائعة، هي الجملة التي تبدأ بفعل. قاعدة اليوم أحبتي تختص بالجمل الاسمية. إذا ما هي أركان الجملة الاسمية؟ تفضلي يا رؤى. أحسنتِ، المبتدأ والخبر. وما هو المبتدأ يا حسن؟ رائع يا بطل، هو اسم تبدأ به الجملة، يأتي معرفة ومرفوعا دائما. وما هو الخبر يا غزل؟ بارك الله فيك، يخبرنا عن المبتدأ، ولا يكتمل معنى الجملة إلا بوجوده، يأتي نكرة وهو مرفوع دائما. دعونا نتذكر معا طريقة إعراب الجمل الإسمية. مثال ذلك: الحياة جميلة. أين المبتدأ في هذه الجملة يا فراس؟ أحسنت يا بطل، الحياة هي المبتدأ، ودليل ذلك أنه اسم بدأت به الجملة وهو معرفة ومرفوع. وأين الخبر يا حمزة؟ ممتاز يا بطل، جميلة هي الخبر، ودليل ذلك أنه أخبر عن المبتدأ ولم يكتمل معنى الجملة دونه، فلا يجوز أن نقول الحياة ثم نسكت، ولاحظ أنه نكرة ومرفوع. ننتقل الآن إلى إعراب الجملة. الحياة يا سدين، ممتازة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جميلة يا بسمة، أحسنت، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في حصة اليوم سنتعرف على عائلة جديدة مكونة من عدة أفراد وتسمى بكانا وأخواتها. دعونا نتعرف عليها. كان، صار، بات، أصبح، ليس، ظل. فلننظر معا إلى المثال التالي: الهلال بدر. جملة اسمية تكونت من، أحسنتم يا أبطال، من مبتدأ وخبر، وكلاهما مرفوع. إذن أعرف كلمة الهلال يا محمد؟ ممتاز، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكلمة بدر يا أحمد؟ أحسنت يا بطل، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتقل إلى هذا المثال. بعد دخول كان على الجملة حدثت بعض التغييرات، ما هي هذه التغييرات يا سلمى؟ أحسنت يا رائعة، تغيرت حركة الخبر من الضمة إلى الفتحة، وأما التغيير الآخر طرأ على المسميات، فالمبتدأ صار اسمه اسم كان، وأما الخبر فصار اسمه خبر كان.
ننتقل الآن لإعراب المثال السابق. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. أما الهلال اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره بعدما كان مبتدأ. لماذا؟ لدخول كان عليه. وأما بدرا تصبح خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا لدخول كان عليه، فغير من حركته الإعرابية ومن مسمى. نكمل ببعض الأمثلة. الثوب قصير. لاحظ أنها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوع. أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الاسمية يا وسام. أحسنت يا بطل، ليس الثوب قصيرا. ما التغيير الذي طرأ عليها بعد دخول ليس؟ أحسنت، بقي المبتدأ مرفوعا وسمي اسمها، ونصب الخبر وسمي خبرها. إذا البرد قارص. نلاحظ أنها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوع. إذا أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة يا دانيال. أحسنت يا بطل، صار البرد قارصا. إذا ما التغيير الذي طرأ عليها بعد دخول سارة؟ ممتاز، بقي المبتدأ مرفوعا وسمي اسمها، ونصب الخبر وسمي خبرها. أما الجملة الثالثة، المريض متألم. نلاحظ أنها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوع. أدخل كان أو إحدى أخواتها يا إلياس. أحسنت يا بطل، بات المريض متألما. ما التغيير الذي طرأ عليها بعد دخول بات؟ أحسنت، بقي المبتدأ مرفوعا وسمي اسمها، ونصب الخبر وسمي خبرها. فلننتقل إلى مثال آخر. صار البيت نظيفا. من يعرب هذه الجملة؟ تفضلي يا نور. أحسنت، صار فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. البيت اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نظيفا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بات الممرض ساهرا. أعربي هذه الجملة يا شهد. بارك الله فيك. بات فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الممرض اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ساهرا خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أصبح الجو معتدلا. من يعرب هذه الجملة؟ تفضلي يا ماسة. أحسنت رائعة، أصبح فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الجو اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. معتدلا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا يا رابع، نستنتج أن كانا وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، فتبقي المبتدأ مرفوعاً ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهي ظل، بات، صار، كان، أصبح، وليس. إذا أعزائي، لماذا سميت بالأفعال الناقصة؟
أحسنتم، لأنها ليس لها فاعل يتم معناها. ولماذا سميت بالأفعال الناسخة؟ تفضلي يا تالا. أحسنت، لأنها تغير حركة الخبر من الرفع إلى النصب. ستظهر أمامك صورتان، استخدم كان أو إحدى أخواتها في التعبير عنهما. الصورة الأولى يا ميرا. أحسنت، ظل المطر غزيرا. الصورة الثانية يا سلطان. رائع يا بطل، ليس الدرس صعبا. إذن يا رابع، نستنتج أن ظل وليس أفعال ماضية ناسخة ناقصة، دخلت على الجملة الإسمية، غيرت حركة الخبر وغيرت المسميات. لتثبيت هذه القاعدة، انتقل معي إلى صفحة رقم 22 في الكتاب لنقوم بحل التدريب الخاص بالقاعدة. صلي العبارة بما يكمل معناها من الشكل المجاور، ولاحظ حركة آخر الكلمتين الملونتين. الفرع ألف يا زاهر. أحسنت يا بطل، كانت السماء صافية. الفرع باء يا سارة. ممتازة، صار القطن ثوبا. أما الفرع جيم يا نديم. رائع يا بطل، كان الوالد صحفيا. والفرع الأخير يا عبد الرحمن. أحسنت، صار القمح خبزا.